شهر 10، قراءة وراء التارو 2018. خلينا نشوف شو مخبي لكم بهذا الشهر من أحداث رح يكشف عنها الورق. تذكروا إنه الورق ما عليه مدة صلاحية أو مدة بداية. كل الأحداث اللي حكيت عنها من قبل لهلا اللي ما تحققت رجعولها إذا ما كان عليها تاريخ معين وحددت أسبوع أو أسبوعين أو 10 أيام، فإذا لا تزال صالحة. عزيزي الأسد، بشهر أكتوبر أحداث جديدة رح تتطور بتعلق باتصالات وأخبار رح تجيك عن طريق ناس عم بجربوا يتعاونوا معك أو يستثمروا معك أو يفتحوا خط عمل جديد. الأسد عم شوفه عم بفكر بقراراته، كيف شو بده يعمل وين رايح ولأي طريق. بالقبل ما كنت عم تستخدم حواسك، ما كنت عم تسمع للناحية العقلية، لذلك مريت بمرحلة صعبة بالكم شهر اللي مرقوا وصار في خلافات أو ابتعاد. هلأ بلشنا نستعيد راحتنا النفسية، طبعنا تحسن عن قبل، عم نشوف إنه عم نجرب نتعلم من التجارب اللي مرينا فيها قبل لحتى لنحدد لقدام شو رح بصير. مرق على أسد صيفية حلوة، مرق فيها تغييرات، حب، عواطف وانفصال بذات الوقت. طبعا كل واحد عند فئة مختلفة لوحده. شايف الأسد بهالمرحلة ماشي منو مقرر إذا رح يكون بعلاقة مرتبطة لوقت طويل أو لا، حابب يحافظ شوي على حريته خلال هالمرحلة. عزيزي الأسد، أنا عم شوف إنه شهر 10 لآخر السنة بيحمل معه أخبار جيدة، خبريات جيدة على الصعيد العملي، العائلي، السفر، التجارة، الأعمال، التواصل والحياة الاجتماعية وعلو المركز. بحفك بهالمرحلة الطاقة النارية اللي هي بتحرك كل شيء، بتحرق كل شيء قديم، تاكل كل الدلف وبترجع بتبني لحتى تبني عن جديد. عم شوف طاقتك عم بتكون عالية، حركتك سريعة، أرقامك عم شوف كتير فيها 10، 20، 41 حتى عم ببين هذا الرقم عندك بشكل إيجابي. فينا نعتبر كمان 4 هي من أرقامك. نساء الأسد اللي هن ناري وصعدهم ناري، عم شوف عندهم علاقة حب لا تزال متأججة، بس كأنه ما كتير حابين يفوتوا فيها، مع أنه الحبيب راجع فاتح إيده عم بجرب يحكي معكم ومغير الطريقة اللي كان يتعامل فيها معكم قبل، بس إلكم شروط معينة حابين تكون موجودة بهالعلاقة، نضجتوا أنتوا أكتر. يمكن هالنوع من الحب خدم وقته، بس هو حيكون موجود، رح يمد إيده لفترة أطول من الوقت اللي قدمه قبل. أما رجال السرطان اللي صعدهم مائي وهوائي، عم شوف ربحهم عم بيكون وفير بالأعمال، بالمال، بالاستثمار، بالتجارة، بالسكوك بالبنوك، بالسفر لبعيد، بحمل أخبار جيدة. بعد جماعة الأسد في عندهم نوع من الحزن أو الكآبة على فراق أو حزن مرقوا فيه خلال الفترة الماضية، هلأ عم بيرجعوا يعيدوا حساباتهم. عزيزي الأسد، بدي نبهكن على صحتكن، عم شوفي كتير عم تحركوا، كتير في حركة عم تأذي للصحة، والتفكير كتير مستمر دائم 24 ساعة بال24 ساعة. بركي منجرب نهدي أفكارنا شوي. الأسد، بدي أتمنى عليكن تعملوا اشتراك وشير ولايك وسبسكرايب وتعلقوا الجرس لحتى يجيكن البث المباشر وتكونوا دايما معي. عزيزي الأسد، مرحلة جيدة من العواطف هادية بهالفترة. بعض فئة الأسد رح يجتمعوا بشريك ترابي، ممكن عذراء، جدي أو ثور، تعارف جديد، علاقة جديدة، ممكن تأثمر وتقدم لمرحلة جديدة يتم منها زواج. بس بدي نبهكن انه الاهل يكونوا موافقين، لانه عم شوف حركة غريبة من الاهل. يمكن الشريك يكون اكبر عمرا او اصغر عمرا، في شوي اختلاف بالعمر. بالنسبة لنساء الاسد يمكن يكون اصغر مني، كل رجال الاسد يمكن هي تكون اكبر منك. هاي المرحلة الوحيدة اللي بيوقف عندها ورقي، بس تنبهكن عليها
باقي الأمور بشكل عام وضعكم جيد العملي، في تغيير في نقلة، بعض منكم عنده انتقال من العمل فجأة غير متوقع، والبعض الآخر في عنده علو حسب الفئات. نساء الحمل هيدا شهر جيد، عفوا نساء الأسد اللي حابين يحملوا هيدا شهر جيد للحمل إذا حابين تكبروا العيلة، وبعض منكم اوريدي حامل وهو ما بيعرف. عزيز الأسد، عزيزتي الأسد، جايتكم أخبار جيدة، أخبار رائعة، أخبار بتحمل بطياتها فرح، خطبة، أخبار زواج، أخبار استقرار. غير هيك صراحة في نوع من المصاري جاي على إيدكم، يمكن البعض منكم يربحها عن طريق يا نصيب أو قمار أو سكوك. فجأة بيجي هيدا المال بيدخل لإلكن، وممكن يدخل لبعض الأشخاص وهن مسافرين أو عن طريق سفر بدون ما يتوقع بيربحوا أو بينهدوا هيدا الكاش أو المال. شهر لا بأس فيه، 50% جيد، 50% صعوبات، 50-50، لأنه عالي ولأنه صعب كتير. بيمرق بهالفترة بالخريف، بتتحسن لبعدين، شهر 11 بيجي أفضل كمان، ولكن ماني عم شوف فيه صعوبات كتيرة. يعني يمكن أحيانا بدنا نخفف حدة لقائنا مع الناس أو نعطي الانطباع الهادئ لحتى تصير أمورنا شوي أسهل بالتعامل. ألوانك جيدة هي الأصفر والأرجواني والأحمر، الأخضر الغامق أو الزيتي مناسب لك بهالفترة. عزيز الأسد، خفف من ملذاتك هيدا الشهر، انتبه على صحتك، استمتع بالسفر اللي حتروحه، رحلة سعيدة وموفقة، وإن شاء الله أنا بشوفكم الشهر الجاي. ما تنسوا تعملوا اشتراك وشير وسبسكرايب، علقوا الجرس واشتركوا بقناة ميا الأعشاب والحياة حتى أشوفكم هناك ويصير نقاش معنا على الأمور الحياتية. شكرا كتير لكم، بشوفكم مرة جاية.